خلق جبران باسيل بليلة ما فيها ضوء قمر، بليلة ما فيها ضوء أساساً. خلق عضو الشمعة فضوت الفكرة براسه. من أول أيامه بالمدرسة كان جبران باسيل عوني، من قبل ما حدا يسمع بالجنرال عون كان يكتب على اللوح عون جاي. المعلمة تسأله مين عون؟ يجاوبها ما بعرف بس عندي إحساس إنه بدي يعمل شي كبير. كبر جبران وفات على الجامعة وتعرف على بنته للجنرال جيرا جنرال الجنرالي. كان أول لقاء بين الجنرال وجبران. الجنرال قال له فجبران قال له ما معقول شو منفكر مثل بعض. وفجأة جبران عرف يغتنم الفرصة. جنرال أنا عندي طاقة كتير، شوف شو بدك تعمل. واندلقت المصاري عليه وصار يفتتح مشاريع كبيرة. وبسنة 2020 صار جبران بمحطة البنزين، لأنه جبران ما سقط بس فيك ترجعه على الوزارة من خلال توكسيليا بألف ليرة بس.